مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. اليوم سوف أشرح لكم كيفية حل مشكلة تسرب الماء في الصنبور. الصنبور العادي يبقوا مع الشرح. أول شيء نقوم بقطع الماء، ثم نقوم بفتح الصنبور من الفوق كما ترون. نقوم الآن بتغيير جلدة الصنبور، ثمنها جد رخيص، في المغرب نصف درهم فقط. ثم نقوم بإعادة إغلاق الصنبور كما ترون. الآن سوف نقوم بالتجربة. كما ترون الصنبور أصبح يعمل. كان هذا هو شرح اليوم، أتمنى أن يعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.